قمة عربية صينية للتعاون والتنمية احتضنتها العاصمة السعودية الرياض بحضور قادة ورؤساء الدول العربية والرئيس الصيني. أكد البيان الختامي لها على الحرص المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. نبدأ نشرتنا الإخبارية بمحورنا لهذا اليوم، قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية. أهلا بكم. عقدت في العاصمة السعودية الرياض قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة رؤساء وقادة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا مشاركة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي. وفي افتتاح القمة أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أكد على أهمية هذه القمة لرفع مستوى التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية بما يقدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، ومضيفا بأن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة، لافتا إلى إدراك المملكة لحجم التحدي الذي يمثل التغير المناخي وإيمانها بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية في إطار نهج متوازن يسعى إلى تخفيف الآثار السلبية مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إلى استراتيجية عربية صينية مشتركة تضمن حماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وإنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة. وأشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية الصينية، شدد على ضرورة دفع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إلى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول وتزويد ميليشياتها بالأسلحة، مؤكدا في كلمته أن هذه القمة ستمثل فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية لشعوب المنطقة العربية والشعب الصيني الصديق من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون ورؤى موحدة للسلام والتنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز بلادنا بعلاقاته التاريخية مع الصين وتقديره الكبير لموقف بكين الثابت والمساند للمجلس الرئاسي، ومجددا في المقابل موقف بلادنا الملتزم بمبدأ الصين الواحدة. وخلال كلمته في القمة أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن ما يواجه اليمن كحلقة مهمة في إرث طريق الحرير بمعابره البرية الشاسعة ومنافذه وجزره الاستراتيجية سيكون اختبارا هاما لهذا التجمع وسيظل كذلك تحديا للعالم أجمع. إن ما يواجهه اليمن كحلقة مهمة في إرث طريق الحرير بمعابره البرية الشاسعة ومنافذه وجزره الاستراتيجية وخلجانه المتشاطئة مع دول المنطقة بين مضيق باب المندب وقناة السويس سيكون اختبارا هاما لتجمعنا هذا وسيظل كذلك تحديا للعالم أجمع. لذلك فإن هذه القمة ينبغي أن تمثل استجابة واعية واستشعارا واقعيا لهذه التحديات المحدقة بأمننا الجماعي والتزاماتنا ومسؤولياتنا أمام المجتمع الدولي. وعلى هامش القمة العربية الصينية أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للموقف الصيني إلى جانب شعبنا وقيادته الشرعية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. جاء ذلك خلال لقائه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بالتزامن مع سير أعمال القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض، حيث وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الصيني أمام مستجدات الوضع الداخلي في بلادنا والضغوط
المطلوبة لدفع الميليشيات على الرضوخ للإرادة الشعبية والقرارات الدولية ذات الصلة وتقليب مصلحة الشعب على مصالح إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، مشيدا بالعلاقات اليمنية العريقة مع جمهورية الصين الشعبية منذ ما قبل الوحدة وبالتدخلات الإنمائية الصينية في مختلف المجالات في الجنوب ومبادرتها المهمة لتعزيز التعاون المثمر مع اليمن وكافة الدول العربية وخصوصا في إطار خطة الحزام والطريق. وصدر عن قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بيانا ختاميا أكد على الحرص المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، كما أكد البيان أيضا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة وخاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. كما رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 43 التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض والخاص بالشأن اليمني بالتزامن مع القمة العربية الصينية، وثمنت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها بدعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكين ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعوته للميليشيات الحوثية للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. ودعا البيان الحكومي إلى ممارسة ضغط دولي على الميليشيات لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار على المحافظات، ورحبت الخارجية أيضا بإدانة المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الهجومين الإرهابيين الذين استهدفتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، واعتبار الهجومين تصعيدا من ميليشيا الحوثي بعد انتهاء الهدنة الأممية. كما رحبت أيضا بإدانته استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: هجوم إرهابي يستهدف أطقم تابعة لكتيبة الحضارم في قطاع الرويك شمال غربي حضرموت. لقاء بمدينة المكلا لمتابعة استكمال العلاوات السنوية المقررة لموظفي الوحدات الإدارية بحضرموت. حفل إشهار كتابي الأغنية المحضارية قراءات وتأملات وثمالة قلب وكفى للأديب صالح الفردي. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر محلية عن تعرض أطقم تابعة لكتيبة الحضارم كانت مرافقة لفريق تابع لمنظمة الهجرة الدولية من مدينة سيئون إلى مأرب لهجوم إرهابي استهدفهم في قطاع الرويك شمال غربي حضرموت. وذكرت المصادر أن الأطقم التابعة لكتيبة الحضارم تعرضت لكمين غادر نفذه مجهولون على متن 4 سيارات وأدى إلى استشهاد 2 وإصابة 4 من الجنود، وكذا إصابة عدد من منفذي الهجوم الإرهابي والقبض على 1 سياراتهم بالتعاون مع اللواء الأول حماية الطرق. هذا ووجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني بالبحث عن مرتكبي الجريمة وتعقبهم وتقديمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع. كما أدانت السلطة المحلية بحضرموت هذا الهجوم الإرهابي موجهة بإيلاء الجرحى الرعاية التامة.
أكد وزير المالية سالم بن بريك خلال اجتماع له مع قيادة المؤسسة الاقتصادية لمناقشة الوضع المالي للمؤسسة، أكد على الدور المحوري للمؤسسة في دعم القوات المسلحة وتوفير متطلباتها الأساسية، وتطرق الاجتماع إلى ما تقدمه المؤسسة للمناطق والوحدات العسكرية من توفير التمويل العسكري للجنود المرابطين في الجبهات، وذلك لتيسير مهامها العسكرية بما يمكنها من التصدي للمد الحوثي وقطع دابر توسعه. كما بحث اللقاء إمكانية تعزيز الجوانب المالية للمؤسسة بما يمكنها من زيادة الدعم للقطاعات العسكرية كافة، فيما أبدى وزير المالية استعداد وزارة المالية لدعم المؤسسة في خطتها المستقبلية في التوازن الاقتصادي بين القطاعين الخاص والعام. إلى ذلك طلع وزير المالية على سير الأعمال والتجهيزات الأخيرة في مبنى مشروع المعرض التجاري التابع للمؤسسة، متعرفا على الاستحداثات الأخيرة بمبنى المؤسسة. اطلع وزير المالية سالم بن بريك ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي على أسير العمل بمكتب وزارة المالية ومصلحة الجمارك بساحل حضرموت. وتفقد الوزير بن بريك خلال زيارته مكتب وزارة المالية أقسام المكتب مطلعا على مستوى النشاط الإداري والانضباط الوظيفي. وفي الزيارة عقد وزير المالية اجتماعا جرى خلاله مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وكيفية تجاوزها خلال المرحلة القادمة. ونوه الوزير بن بريك بأن الوزارة تمضي قدما لإنجاز التسويات والعلاوات لموظفي مكاتب وهيئات السلطة المحلية بساحل المحافظة إلى الفترة القريبة القادمة، مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الجانب. كما تفقد وزير المالية سير العمل بفرع مصلحة الجمارك بساحل المحافظة متعرفا على الجهود التي تبذل لتحسين موارد الدخل، وكذا أبرز العراقيل التي تواجه سير العمل فيه، مشددا على أهمية الرفع من وتيرة العمل وتحسين الإيراد لإنعاش الاقتصاد الداخلي بما يسهم في تعزيز الموارد لساحل المحافظة. عقد بمدينة المكلا لقاء ضم الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي ومدراء مكتبي الخدمة المدنية والمالية لاستكمال متابعة العلاوات السنوية المقررة لموظفي الوحدات الإدارية بالمحافظة. وشدد الأمين العام خلال اللقاء على ضرورة استكمال بقية الإجراءات لفترة الأسبوع حتى يتسنى متابعتها وزاريا، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي بتوجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وذلك لإنجاز المهام الاستحقاقية للوحدات الإدارية. من جانبهما استعرض مدراء مكتبي الخدمة المدنية والمالية الخطط والإجراءات التي تمت خلال الفترة السابقة، وأكد الوقوف على ما تم إنجازه منها. قدم وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش واجب العزاء في شهداء الحادث الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في مسجد الزيار بمنطقة وادي حول بمديرية يبعث. وعرب الشيخ بن حبريش في مجلس العزاء الذي أقيم في مدينة المكلا، أعرب عن تعازيه الحارة وخالص مواساته بهذا المصاب الأليم لذوي ضحايا هذه الجريمة، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يشفي جميع الجرحى. عقدت اللجنة الاستشارية بحضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل بمدينة سيئون اجتماعا ضم ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية واتحاد النقابات بوادي وصحراء حضرموت. وأكد رئيس اللجنة محمد الحامد خلال الاجتماع أكد على اهتمام اللجنة الاستشارية بحضرموت على الأمن الشامل الحضرمي وتعزيز وحدة الصف ونبذ خطاب الكراهية والسعي نحو مجلس تنسيقي يجمع كل المكونات والأحزاب السياسية والتكتلات بوادي حضرموت. من جانبهم تحدث الحاضرين عن التجارب السابقة الناجحة في إقامة المجالس التنسيقية ولم الشمل، مؤكدين على وحدتهم وتعاضدهم في تحقيق مطالب المحافظة وضرورة المشاركة الحقيقية لحضرموت في اتخاذ القرار، مشددين على إكمال حق التعبير للجميع مع الحفاظ على عدم زعزعة الأمن والاستقرار وتمكين أبناء المحافظة من حماية أرضهم وحقوقهم. وأجرى في الاجتماع تقديم جملة من المقترحات والرؤى الكفيلة بتوحيد الصف الحضرمي وتمكين أبناء المحافظة مدنيا وعسكريا، مقرين عددا من التوصيات التي سيتم رفعها إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. خلال زيارته قصر ومتحف المكلا، أكد رئيس دائرة البحوث والدراسات بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر أكد أهمية الحفاظ على المخطوطات التي يحتويها المتحف لعمرها القديم والتاريخي وفرادة مضمونها. وتعرف بن الشيخ أبو بكر من القائمين على المتحف عن مقتنياته من الصور التاريخية والحلي وأدوات الزينة والمباخر ونماذج من الكتابات القديمة المدونة على الحجر والخزف. وأكد بن الشيخ أبو بكر أن الأمانة العامة للمجلس الانتقالي
الإيطالي، وعبر دائرتها البحوث والدراسات ستتبنى المسح الضوئي الشامل والأرشفة الرقمية للصحف والمجلات والوثائق القديمة بمشروع ذاكرة وطن، وذلك بإعادة إنتاج المخطوطات القديمة وعمل لها نسخ طبق الأصل من خلال تصويرها بكاميرات وتقنيات حديثة مصممة خصيصا لذلك، لافتا إلى أهمية أرشفتها إلكترونيا خوفا من ضياعها أو تمزقها أو تعرضها للحرق لاحتوائها على الكثير من الصحف الجنوبية الأصلية قبل الاستقلال في العاصمة عدن وحضرموت ولحج. قام رئيس دائرة البحوث والدراسات بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور محمد جعفر بن شيخ أبو بكر بزيارة إلى مكتب إدارة الشباب والطلاب بانتقال حضرموت، وتعرف الدكتور بن شيخ أبو بكر من مدير الإدارة علي الطنبشي، تعرف على الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الإدارة في خدمة الشباب وإظهار طاقاتهم وإبراز مواهبهم والاستفادة منها، وثمن بن شيخ أبو بكر الجهود التي تبذلها إدارة الشباب والطلاب بانتقال حضرموت في دعم الشباب وإقامة الأنشطة الرياضية المختلفة لكافة الفئات العمرية. من جانبه عرب الطنبشي عن شكره لرئيس دائرة البحوث والدراسات لدعمه المتواصل للإدارة. نظمت سكرتارية اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرح حضرموت بالمكلا حفل إشهار كتابي الأديب صالح الفردي الأغنية المحضرية قراءات وتأملات وثملة قلب وكفاء. المزيد في هذا التقرير. يقضي على اللحظات أنسا وابتسامة. صباحية ثقافية نظمتها سكرتارية اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع محافظة حضرموت بمدينة المكلا لإشهار كتابي الأديب صالح حسين الفردي الأغنية المحضارية قراءات وتأملات وثمالة قلب وكفاء. صباحية هذا اليوم صباحية ثقافية احتفاء بكتابين صدر لي، هما الأغنية المحضارية قراءات وتأملات، والكتاب الآخر خواطر بمسمى ثمالة قلب وكفاء. الكتاب الأول احتفاء أيضا بذكرى 22 للمحضار على هامش الاحتفاء بالذكراهي. الكتاب الثاني هو مجموعة خواطر جمعتها من خلال سنوات العمر، فجعلت فيها خلاصة الخلاصة لما تحمله هذه الروح وهذا الإنسان هذا الذات الصغيرة صالح. فرحنا كثيرا بهذين الإصدارين الخاصين فيما يتعلق بالأغنية الحضرمية ممثلة في الأغنية المحضارية للشاعر والملحن الكبير حسين أبو بكر المحضار، كما استمتعنا أيضا بتسليط الأوضاع على كتاب ثمالة قلب وكفاء، وهي خواطر جميلة عن حضرموت. فقرات أدبية تخللت الحفل بطريقة حوارية لكتاب ثمالة قلب وكفى، وقصيدة شعرية تحدثت عن الزامل الحضرمي، وطريقة الإلقاء الحرفية والصوتية للزوامل الشعبية في مناطق حضرموت. هذه الفقرات رافقها كلمات متنوعة حملت في طياتها التأكيد على أن حضرموت منبع الأدب والحضارة والفن. ليس غريبا على الاستاذ صالح الفردي ان يسهم في اثراء المكتبه الثقافيه الحضرميه بمثل هذه الاصدارات، لانه هو كان ايضا مسكونا بالثقافه منذ ان عرفناه في اثناء طلب العلم اثناء الدراسه الجامعيه في كليه التربيه بجامعه عدن سابقا. صالح عنده الشيء الكثير، يعني هو عنده ذاكره جميله وعنده ايضا رصد منظم لكثير من الأحداث وكثير من الفعاليات، ولهذا أتأمل أن يكون في القريب العاجل هناك الكثير من الإصدارات لصالح بالإضافة لهذين الإصدارين، وإن شاء الله ربنا يعطي الصحة والعافية ويكمل رسالته في هذا الجانب. محافظة حضرموت لطالما تميزت عن غيرها بالشعر والأدب والفن، حتى وصل الكثير من أدباء وشعراء وفناني حضرموت إلى مختلف بقاع البلدان العربية، ويعد ما تضمنه الكتابين مظهرا من مظاهر الحياة في حضرموت، وربما يكون أكثر المظاهر بروزا في مختلف الأنشطة والاحتفالات الشعبية. هذا العمل أو هذه الفعاليات
احتفلت منطقة المجد بمديرية الشحر بفعالية الزواج الجماعي الخيري في نسخته السادسة ل52 عريسا وعروس، وشهدت ساحة مهرجان الزواج إقامة مراسيم عقد القران والتي رافقتها عدد من الكلمات الخطابية التي قدمتها السلطة المحلية بمديرية الشحر ولجنة الزواج والشخصية الاجتماعية بالمنطقة، إلى جانب مشاركة فرقة الملاح بطايع بتقديم وصلات فنية وزفة العرسان على أنغام لعبة العدة الشعبية. هذا وتواصلت مراسيم الزواج الجماعي بإقامة الحفل الرجالي المسائي بمشاركة العديد من الوصلات الإنشادية والفرائحية والمسرحيات الهادفة. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. هجوم إرهابي يستهدف أطقم تابعة لكتيبة الحضارم في قطاع الرويك شمال غربي حضرموت. لقاء بمدينة المكلا لمتابعة استكمال العلاوات السنوية المقررة لموظفي الوحدات الإدارية بحضرموت. حفل إشهار كتابي الأغنية المحضارية قراءات وتأملات وثمالة قلب وكفى للأديب صالح الفردي. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.